فنحن لم نعد نجد تفسيرا منطقيا لتأخير تحرير الحويجة وتوابعها، رغم تأكيدنا في كل لقاء مع المعنيين لتحريرها قبل تحرير محافظة نينوى، وإلا سيصبح ظهر القوات المحررة لنينوى مكشوفا. ولا نجد تفسيرا منطقيا لتأخير إرسال قوات تابعة لوزارة الدفاع إلى محافظة كركوك للتعبير عن أن كركوك لا زالت تابعة للحكومة الاتحادية وأنها مشتركة في الملف الأمني فيها. ونناشد وزارة الداخلية التروي في اتخاذ القرارات المتعلقة بمحافظة كركوك والتباحث مع نوابها، لأن كل قرارات وزارة الداخلية المتعلقة بشرطة كركوك لم تؤدي إلا إلى إضعاف المكون التركماني في شرطة المحافظة.